بيواصل متحف سوهاج القومي استقبال الجمهور بعد ما افتتحه السيد الرئيس في 12 اغسطس اللي فات واللي بيقع على مساحه 8700 متر بتكلفه 72 مليون جنيه وكاميرتنا كامير صباحك مصري زارت المتحف ورصدت اقبال المواطنين عليه واللي بيضم العديد من القطع الاثريه. على الضفه الغربيه من نهر النيل تقع مدينه سوهاج الساحره التي يعتبر من اهم معالمها متحف سوهاج القومي. الذي يلقى اقبالا كبيرا لمشاهده مقتنياته المتحف فيه تاريخ قديم جدا وتاريخ معاصر متحف معمول على تقنيات عالية جدا ومن المناطق الجذب السياحية والأثرية في سوهاج وبيضيف للقيمة اللي موجودة في محافظة سوهاج بصفة عامة القيمة الأثرية اللي موجودة في سوهاج لأن متهيألي إن في كتير من المصريين ما يعرفوش إن سوهاج فيها أجزاء تاريخية أو أماكن تاريخية قديمة جدا من ضمنها مقبرة الملك مينا والعديد من المناطق الأثرية ذات القيمة يضم المتحف عددا من القطع الأثرية تستعرض الفكر الديني عند قدماء المصريين وفكرة البعث والخلود نشرح للناس وبنعمل ورش تعليمية للمتحف والتطوع بيعمل ان احنا بنشتغل على الورش اللي موجودة وده بيفيدنا برضو ان ناخد خبرات في التعامل في الارشاد وكده وبنعمل ابحاث أكثر ويفيدنا في الكليه وفي الدراسه اكتر حاجه عجبتني أنه هو في اهتمام وما ينفعش حد يدخل باي حاجه يعني كل حاجه لها قانون في يعني اللي هو مثلا في اهتمام زياده ما ينفعش اي حد يدخل بحاجه معاه ويعدي كده بالسليم تعرفنا على تمثيل احنا ما كناش نعرف حاجه عنها خالص واخدنا فكره جميله خالص عن المتحف صراحه احنا تعرفنا على حاجات ما كناش نعرفوها تعرفنا على اثار يعني او حاجات او تماثيل ما كناش اصلا واخدين فكره عنها ابدا اهم حاجه انا اعرف تاريخ بلادي البنت ازاي عرفت تاريخ بلادي دخلت المتحف شافت الاثار جوا شافت مجموعه من التوابيت مجموعه من اللوحات الخشبيه او الجرانيت عرفت تاريخ بلادها مكتوب في كل مكان ايه دي بالضبط فعرفت البنت تاريخ بلادها ايه ينفرد المتحف بعرض عدد من الموميات النادره من ملوك مصر الفرعونيه بالاضافه الى التراث الشعبي من حرف وصناعه لمحافظه سوهاج